هذا سائل يقول، سائل من أفريقيا يقول: إذا انتهى بناء المسجد أو الجامع عندنا فإنه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد ولا إلقاء الخطبة حتى يشترى بقرة أو أغنام ثم تذبح وتطعم للمجتمعين، وبدون هذا فإنه يزعم عندنا أن إمام المسجد يموت قبل أجله إذا صلي فيه بدون ذلك. يقول: من الخرافات ومن الباطل. المسجد معمور للصلاة ولا يصلون به لما أنه تعمل البدعة أو الشرك، نسأل الله العافية. هذا كله من الباطل، خلط الحق بالباطل. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: قام واعظ عندنا هناك وكان من موعظته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفيت زوجته خديجة رضي الله عنها ذبح عليها ناقة وأقام عليها العزاء مدة 3 أيام، وأن هذا جاء عن قتادة. هذا كذب، هذا كذب، ما ذبح ناقة ولا أقام عليها العزاء. حزن عليها صلى الله عليه وسلم، وحزن على موت عمه الذي كان يناصره، ماتوا في عام واحد، فحزن عليهم صلى الله عليه وسلم. أما أنه ذبح أو ما، هذا كله كلام باطل ومن التلبيسات. نعم.